مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده وبرنامج مصر كل يوم. تطورات كثيره شهدتها الساحتان المحليه والدوليه خلال الساعات القليله الماضيه، سوف نستعرضها مع حضراتكم اليوم في فقرتنا الاخباريه. سنوضح لكم ايضا اخر المستجدات فيها. هيكون معانا اليوم ثلاث فقرات في غاية الأهمية. الأولى هيشرفني فيها الدكتور إبراهيم حمدي راشد أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، هنتكلم معاه فيها على وجه التحديد عن أكثر الأمراض النفسية التي يتعرض لها الشباب ودور الأسرة في توفير الحماية اللازمة لهم. أما بالنسبة للفقرة الثانية هيشرفني فيها الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام منظمة أكساد التابعة لجامعة الدول العربية. أما الفقرة الثالثة فسوف يشرفنا فيها الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة دلتا للسكر التابعة لوزارة التموين. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى. خلونا مشاهدينا الكرام نروح لأول أخبارنا اليوم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس جمهورية كرواتيا، حيث صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. اتسمت المباحثات بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر، كما أعرب أيضا الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا. تناول الرئيسان السبل المضي قدما في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والكرواتي. خلونا مشاهدينا الكرام نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع لحضرتكم مرة أخرى. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعصف السلامين الوطنيين. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين اتسمت بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر، حيث أعرب الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا والتي تجسدت في العديد من المواقف، من بينها استضافة مصر آلاف اللاجئين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية، مع التأكيد أن زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر تعكس الأهمية التي يليها الطرفان لتلك العلاقات والحرص المشترك على الانتقال بها إلى أفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، خاصة في ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن الدور الهام لكرواتيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ما زلنا مشاهدينا الكرام مستمرين في أخبار الرئاسة وتغطية أخبار الرئاسة على وجه التحديد، حيث قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق بالدولتين وخلف ضحايا عديدة. قال الرئيس: أعرب عن خالص التعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر ضحايا هذا الزلزال المدمر والذي ضرب منطقة شرق المتوسط. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر كامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة أثار ذلك الزلزال، مقدما خالص العزاء والتضامن، متمنيا أيضا من الله عز وجل سرعة شفاء المصابين. مشاهدينا الكرام نشوف جزء من كلمة الرئيس ومن تعازيه للشعبين الشقيقين، نرجع لحضراتكم مرة أخرى. اسمحوا لي في البداية أن أنا
أعرب عن خالص استعاذي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر ضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال. مرة ثانية خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله بسرعة شفاء المصابين. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. أكد رئيس الوزراء أهمية الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال هذه المرحلة باعتباره مصدرا واحدا للطاقة في المستقبل القريب، موضحا أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر حتى تصبح مصر مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لا سيما في ضوء قدرة الدولة على إنتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة في العالم، بما يمكنها من الاستفادة من قدرتها التنافسية والنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية. وإلى وزارة الداخلية، الحقيقة وزارة الداخلية بتقدم جهودا كبيرة جدا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وكافة أجهزتها تعمل ليل نهار على قدم وساق. وهنشوف دلوقتي مشاهدينا الكرام تقرير عن جهود أجهزة وزارة الداخلية، ونرجع لحضراتكم مرة أخرى لاستقبال ضيوفنا الكرام. طبعا الفقرة الأولى هيكون مشرفني فيها الدكتور إبراهيم حمدي راشد، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة. سنتحدث تحديدا فيها عن أهم وأكثر الأمراض النفسية التي يتعرض لها الشباب خلال هذه الفترة، وما هو الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي، والكثير من المحاور الهامة. انتظرونا. جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة وضبط الضالعين في هذا النشاط الإجرامي حماية للمجتمع من آثارها السلبية. وأسفرت هذه الجهود خلال شهر عن ضبط 9615 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 10911 متهمة. وتنوعت المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، حيث تم ضبط قرابة 9 أطنان من مخدر البانجو وأكثر من 6.5 أطنان من مخدر الحشيش، بينما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط نحو 649 كيلوغرام من مخدر الهيروين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الاستروكس تزن أكثر من 337 كيلوغرام ونحو 156 كيلوغرام من مخدر الآيس ونحو 16 كيلوغرام من مخدر الأفيون. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 283,400 قرص وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وأكثر من 62,000 قرص وأمبول لعقار الترامادول، و6,500 قرص مخدر لعقار الإكستازي، ونحو 7,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وأكثر من 12 كيلوغرام من ذات العقار. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 636 مليون جنيه. وفي سياق تصدي الأجهزة الأمنية لقضايا غسل الأموال، تمكنت خلال شهر من ضبط 6 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 160 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. هذه الأرقام تعكس حجم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع المخدرات، وتؤكد على احترافية هذه الأجهزة ويقظتها لحماية البلاد من تلك السموم القاتلة.